عائشة الساقي، عضو المكتب المركزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل. كينعقد هذا المجلس ديالنا اليوم في إطار مواكبة أشغال تحضير المجلس الوطني الفيدرالي الرابع. الأشغال ديال هذا المجلس يعني كتمحور حول أننا نعطيو المناضلات والمناضلين ديالنا خلاصة الأوراق اللي تناقشت في اللجان التحضيرية. الورقة الأولى كتعلق بالتوجهات العامة، والورقة الثانية كتعلق بالقوانين والتنظيم. هاد الورقتين يعني احنا طرحناهم على مسمع الأخوات والإخوة باش يعطيو الرأي ديالهم. بطبيعة الحال احنا حاولنا باش أننا يعني كمنظمة حداثية أن المؤتمر ديالنا يأتي بالجديد أو يكون محطة ميلاد لمنظمة يعني أكثر حداثة وأكثر ديمقراطية، واللي كل مناضل ومناضلة يلقوا نفسهم فيها. بطبيعة الحال إلا جينا نتكلموا على يعني الجو العام داخل المجلس، فربما كما لاحظتي أن الأجواء كلها ديال النقاش، وحنا بطبيعة الحال كنستمعوا دائما لمناضلات المناضلين ديالنا، وكنستمعوا للصدى ديال التطلعات ديالهم باش حتى حنا نكونوا في مستوى المسائل اللي باغينها تكون داخل المنظمه ديالهم، لان هذا التنظيم ديالهم هما. فبطبيعه الحال الكلمه الاولى والاخيره للمناضلات والمناضلين. حنا اليوم بحال كنستمعوا، فعلا طرحنا الاوراق ديالنا، طرحنا المشاريع ديالنا، طرحنا الافكار ديالنا، ناقشنا مجموعه ديال الاشياء، ولكن مع ذلك كيبقى الصوت الاخير للمناضلات والمناضلين ديالنا. إذا جيت نتكلم مثلا على المكون أساسي داخل المنظمة ديالنا اللي هو المرأة بطبيعة الحال، فكيف ما لاحظتوا راه كاين الحضور ديال المرأة ماشي غير في المجالس، وإنما كيكون الحضور حتى على مستوى التحضير ديال الأوراق ديالنا، وبطبيعة الحال للمرأة الكلمة ديالها، وبطبيعة الحال في المؤتمر غتقول كذلك الكلمة الأخيرة ديالها، لأننا كنمشيو على أساس أن المرأة مكون أساسي وكيخص تحترم الأفكار ديالو وتحترم التوجهات ديالو. إحنا في واحد الوقت أو في واحد العصر اللي المرأة يعني أبانت عن الإمكانيات اللي عندها، أبانت عن القدرات ديالها، أصبح لها واحد الحضور وزين في جميع المجالات، وبالنسبة لنا احنا كتنظيم في جميع القطاعات. إذا المرأة لها كلمتها وغادي تقول الكلمة ديالها، وحنا كنطمحوا أننا ما نبقاوش دائما يعني حبيسي واحد الكوطة اللي كتكون كتراوح ما بين 25% إلى تحقيق افق الثلث. حنا هذه المساله غادي نحاولوا نتغاضوا عليها، وغنحاولوا نمشيو ابعد من ذلك ونحقوا المناصفه، لان المناصفه اليوم اصبحت واحد الموضوع اللي ما يمكنش التغاضي عنه وما يمكنش نتنازلوا عليه، لانه موضوع الساعه. لهذا فكنتمنى ان المجلس ديالنا ينهي الاشغال ديالو يعني بالاتفاق، يكون واحد الاتفاق عام بين جميع المكونات ديالو، واننا نتهيئوا المؤتمر ديالنا وحنا يعني كلنا عزيمه وكلنا احساس بان المؤتمر ديالنا غادي يكون مؤتمر نوعي، مؤتمر اللي غيتماشى مع روح العصر. المؤتمر ديالنا بغيناه يكون يعني في اطار التوجه العام ديال البلاد، يكون فعلا المؤتمر اللي ماشي فقط كيصب في اتجاه اننا نديرو تنظيم واننا نكونوا فقط كنشتغلوا مع الشغيله، بل يكون مؤتمر اللي عنده تطلعات اخرى في اطار الموجه اللي كاينه الان، او في اطار التوجه اللي غادي فيه البلاد الان، اللي هو تحقيق نموذج تنموي اللي غادي يعطي يفتح افاق واعده لجميع المواطنات والمواطنين. وبطبيعه الحال حنا كنا جزء لا يتجزا من التشكيله اللي استقبلتها اللجنه الخاصه المكلفه بالنموذج النموذج التنموي، وعطينا الراي ديالنا في مجموعه ديال المسائل، في مجموعه ديال المجالات، في مجموعه ديال القطاعات، وعبرت الفيدراليه على انها غادي تنخرط وبشكل فعلي في انجاح النموذج التنموي، لان هذا التطلع ديالنا كاملين حنا المغاربه، بغينا اننا نمشيو الى الامام ونحققوا الشيء الكثير لبلادنا. شكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.